السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب ابتداء من يوم الأحد والأيام القادمة إن شاء الله سوف نوافيكم بآخر التوقعات والمستجدات وآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية إن شاء الله. فقبل الأخذ في التفاصيل إخواني الكرام، فإذا كنت تشاهدون لأول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات، وشكرا لكم جزيل الشكر. والآن سننتقل إلى التفاصيل. يوم غد رياح قوية على الأقاليم الجنوبية للمملكة بإذن الله. بالنسبة ليوم الأحد كذلك فيتوقع أجواء مستقرة وأجواء مشمسة إخواني الكرام. اليوم كذلك الاثنين خلال الأيام القادمة احتمال دخول الأمطار، ولكن التوقعات ما زالت بعيدة المدى، فتنويهام إخواني الكرام ضروري مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا آخر التفاصيل والمستجدات خلال الأيام المقبلة للنموذج الأوروبي والأمريكي إن شاء الله. إن شاء الله يوم الأربعاء دخول بعض السقوطات المطرية المقتصرة على شمال المملكة، على وجدة والناظور، الحسيمة، باب برد والعرائش، الرباط، الدار البيضاء، سيدي سليمان، فاس، مكناس، وتازة. أمطار تبقى ضعيفة محليا إلى معتدلة واستمرارها، كذلك احتمال بعض التساقطات الثلجية على إفران، أمطار جدة، غزيرة، أو كذلك على الدار البيضاء، برشيد، الكارستات. أمطار ضعيفة على الرباط، الخميسات، مكناس، سيدي سليمان، قرية أبو محمد. أمطار متفرقة على توريد، تازة، وكساكا، وأكنول. خلال كذلك الفترة المقبلة وكذلك يتوقع بعض التساقطات الثلجية على مرتفعات الأطلس إن شاء الله تبقى ضعيفة خلال الأيام القادمة إخواني الكرام. فالأجواء تشير لاحتمالية دخول اضطرابات جوية خصوصا على المناطق الجنوب الشرقي وعلى بو عرفة وبو عنان وعين شتري ومدت مع تساقطات ثلجية كثيفة. أمطار حاضرة على تازة وتوريت ووجدة وطة الحاج وكيكو إن شاء الله والرشيدية وتباينت وتنغير، وكذلك سهول تساقطات مطرية ثلجية جد، غزيرة إن شاء الله، وثلوج كثيفة على هذه المناطق إخواني الكرام. بالنسبة كذلك للتوقعات النموذج الأمريكي خلال الأيام القادمة إخواني الكرام، فيشير كذلك لاحتمالية دخول اضطرابات يوم الخميس إن شاء الله، لكن هذه الأمطار ما زالت التوقعات بعيدة المدى وقابلة للتغيير. قد يصبح هذا الأمطار قوية وقد تصبح ضعيفة، لكن العلم لله، فالتوقعات ما زالت بعيدة المدى وقابلة للتغيير مشاهدينا الكرام كما تشاهدون إخواني الأعزاء.